الإنسان بس يكبر هيك بتصير دمعته قريبة وبيتحسس من أي كلمة. ما بعرف يمكن ضايقتك بحكي. لا تواخذني يا ابني، نزعت لك مزاجك. ما قلتي لهم هيك؟ طمنيني. لا ما قلت لهم شي، أمي لا تاكلي هم تطمني. ونحن أخذناها على المشفى نطمن وضلت سهر عندها. خير إن شاء الله. طيب يعني شلون وضعها هلأ؟ الدكتور شو قالكم؟ لا طمنونا أنه صار وضعها منيح وتحسنت الحمد لله، مرقت على خير. الحمد لله على سلامتك. أكيد بتعرفي أنه وضعك كتير حساس، التوتر والتعب والزعل ما بيوتوك أبدا، وأنا برأيي ما لازم تأجلي عمليتك أكتر. قال هاد يا خانم عندها من مبارح بالمشفى، بس هي لهلأ ما بتعرف شو وضعها. الله يشفيها ويعافيها يا رب. أنا لازم أروح لهنيك نديم، بدي اطمن على جلنار وشوف شو وضعها، ان شاء الله تكون بخير. طمني بالك ولا تاكلي هم. بما انه جلنار فاتت على المستشفى معناتها شكلها امورها خالصه، اليوم او بكره بالكتير بيجينا خبرها. مالكن مخبرينه الحقيقه؟ هي ما قبلت، امهم بين الحياه والموت وما حدا من الاولاد عارفان الحقيقه. والله كل ما بشوفهم هيك بيتقطع قلبي عليهم، بس يا ريت تقدر جلنار تثبت براءتها من هالقصة قدام أولادها. سيبال أنا بحاجة لمساعدتك، وأكيد بتعرفي أنه تخانقنا أنا وياسمين وحاولت صالحها بس ما عم تسامحني. كتير مقهورة خالي هاتيا، قلبي عم يتقطع على أمي وأتشوفها موجوعة. بدك تطولي بالك، وضع أمك مانو سهل وما فينا نعمل لها أي شيء، بس مندعي لها الله يكون بعونها ويتلطف فيها. لو تعرفي كيف عايشة بالخوف وكل الوقت عم بحلم إنه تجي اللحظة هي اللي بدي إياها تتعافى وتطيب من هالمرض. آسفة بس أنا ما بدي إني أتشائم وأفقد الأمل. أنا لازم أمشي. بدك تصبري وتكوني قوية، نحن منعمل اللي علينا ومندعي لها بالشفاء. وتأكدي ما بيصعب شي على ربنا، ماشي؟ يلا. أنا ما بدي شيء غير إني شوفك مرتاحة ومبسوطة واثبت لك براءتك وفرحك بآخر أيامك بولادك حواليك. حرقت قلبك بسببي أنا، لازم تنهيها يا خليل وتاخذ هالخطوة وترتاح بقى. ما لازم للنار تموت بعيدة عن أولادها، بإيدك راحتها وخلاصها. وحتى لو الوقت تأخر إنك تحكي هلأ أحسن من إنك تضل ساكت. حتى لو فرحتها بس ساعة واحدة أتمنى أني أعيش أكتر، بس كرمال عبي 100 ألبوم مثل هاد وأقضي معكم وقت أكتر. لو قالوا لي شو هي السعادة بالنسبة إليك كنت تركت هاي الصورة هي تشرح لهم عن السعادة، هاي الصورة اللي بتجمع ضحكة ولادي،
هي الترجمة لسعادتي وبتختصر علي كل الحكي. بتحكي عن اللي عشته وعن اللي ما عشته، بتحكي عن حسرة قلب أم موجوعه، وبتحكي عن عمري اللي راح، والأهم إنها بتحكي عن حبي الكبير لإلكم. انتي أمي الصغيرة والحنونة، أسمع قلبك أبيض مثل التلج، ياسين أنت صاحب أطيب قلب بالعالم، قدرة حرقت قلبي، انت جرحي الكبير، عيوني انتو، كل كلمات الدنيا مختصرة بأسماءكم، وكل سعادة الدنيا بختصرة بضحكتكم. أنا بحسب عمري بس بالأيام اللي قضيتها معكم، شو بدي احكي يا امي؟ سامحيني، ما رح اقدر، ما رح اسكت وخلي حسرة قلبك محبوسة بهالقلبه، ما فيني اتركك بهذا العذاب وتروحي قبل ما فرح لك قلبك وحقق لك حلمك. انا مضطرة اخون وعدي لك يا امي، بعرف انه هي رغبتك، بس أنا رح أعمل هيك بس مشانك أنتي. رح أعمل كل شي بقدر عليه لحتى أشوف ضحكتك. خلاص شو ما حكيتي أنا ما رح أتراجع، حتى لو بدك تزعلي وتعيطي وتصرخي، أنا أخذت قرار ورح أثبت لك إنه أخواتي واعين وما رح يخيبوا لك ظنك. بدي انهي هذا الوجع بأسرع وقت، بدي اتجرأ واحكي لهم الحقيقة حتى لو بدك تزعلي مني. ما بتحمل انه يجي يوم وقول يا ريتني فرحت لك قلبك. بأقرب وقت اولادك رح يعانقوكي ورح ياخذوكي بحضن ويفرحوا لك قلبك. ما بكفي ما شفتيهم قدام عيونك وهن عم يكبر، هالقليل افرحي فيهم ولاقيهم جنبك بأيام مرضك. ما رح اتركك تروحي وانت وحيدة، رح نكون كلياتنا جنبك. خالي عائشة؟ قدرت؟ انتي كنتي نايمة؟ خلص ارتاحي برجع بعدين. لا تروح ابني، تعال اقعد، انا بس كنت متسطحة. تعال. الف الحمد لله على سلامتك، خوفتين عليكي. لا تخاف انا منيحة، لا تقلق. طمنيني انتي عن جد منيحة؟ منيحة، طمن منيحة. تعبناكي معنا من قد ما قعدنا نطلب منك طلبات، وآخر شي فرضتي من التعب، يمكن نحن طمعنا فيكي كتير. لا ليش هيك عم تقول؟ وقت أعملكم شي بتحبوه بكون كتير مبسوطة. لا عاد تتعبي حالك أبدا، يعني خلص طنشينا، نحن لقينا حدا يعملنا شو ما بدنا وأخدنا وش عليه. بس أنتي كوني منيحة وما بدنا لا كيك ولا شي، المهم تكون صحتك تمام. لا تاكل هم حبيبي. طمن صرت منيحة.
قدرات، شو قاعد عم تعمل هون؟ أمي أنت ليش هيك عم تعيطي؟ بس كنت عم قلها الحمد لله على سلامتك. ماشي ابني، لا تضايقها أكتر، قوم خليها ترتاح شوي، يلا بلا ما تتعبها. شو بده يتعبني نوال؟ قاعدين عم ندردش مع بعض. يا روحي لسه هلأ طلعت من المستشفى، ما بصير تتعبي حالك بالحكي، بتكملوا حديثكم بس لا تتحسني. يلا ابني. ماشي يلا قايم، الحمد لله على سلامتك مرة تانية، وإذا احتجتي أي شي خبريني. الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني. يا روحي أنا مالي بحاجة شي غيركن أنتو. يعني أمي ما خلتيني أعرف أحكي كلمتين معها. أنا بس من شان ما تتعبها لأنه مريضة. إيه أمي بعرف أنها مريضة، بس أنا ما عم أعمل لها شي، قاعدين عم نحكي ونتسلى بس. إيه بلا ما تتسلى، ما عندك رفقات تروح تتسلى معهم؟ شو بدك تتسلى مع هيك وحدة؟ أمي إذا قلت لك الصراحة ما بتزعلي مني ما هيك؟ حاسس كأنك عم تغاري منها. كيف خطر لك إني ممكن فكر هيك؟ ليش؟ لحتى غار من هيك وحدة؟ شو بعرفني؟ قلت لحالي لأنك بتشوفيني بتسلى وبنبسط معها، فحسيت إنك عم تغاري. عيب عليك هذا الحكي، يعني أنت مفكرني عقلي صغير؟ شو بكي أمي؟ ليش زعلتي؟ ما حكينا شي، أنا بس عم أمزح، ما بتتحملي كلمة. أستغفر الله. شو القصة نوال؟ ليش صوتك أنت وقدرة طالع؟ شو عمل لحتى عصبتي؟ لا أمي لا، مو قدرة هو اللي معصبني، جلنار. شبه الحية؟ شو عاملي كمان؟ شو بدي قلك، مثل العادة عم تلعب بعقله لقدرة وتعلقوا فيها. كانت قاعدة عم تستعطفه وتشكيله همه ومرضها، وابني قلبه طيب فوراً بيتأثر فيها. خلصت شحادة من ولادها وبلشت تعبي براس قدرة وتسحبه لعندها؟ تفضلي. يسلم ويديك. بتحبي جيب لك فنجان قهوة؟ لا ما بدي، شايفتيني كتير رايقة لأشرب قهوة؟ كم مرة قلت لك لا عاد تتفششي فيا لهالمسكينة؟ من شان الله لا تواخذيني، بس من عصبيتي. شوفي شوفي كيف كلياتني عم برجف. اهلا وسهلا مدام سهر، اهلا فيكي. الخالة عائشة بغرفتها؟ ايه تفضلي. طمنيني عنك أمي، كيف صرتي؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله صرت أحسن، كنت نايمة وفقت قبل شوي. وهي الألبوم يلي طلبتي؟ أخي خليل شو عملت؟ ما قدرت أحكي ولا كلمة، ولا أقول لعمر إنه أبوك ماله الشخص اللي بترفع راسك فيه. لا تضايق حالك خليل، هالقصة مو سهلة، بدها شجاعة، وأنا بدك ما تواخذني، يمكن كون ضايقتك بالحكي. بجوز لو كنت مكانك ما كنت رح أقدر أحكي ولا أفتح تمي. أكيد الحكي سهل على اللي برات القصة. أنت كان معك حق يا نديم، أنا بكل هالسنين ما بتذكر ولا يوم إني نمت مرتاح، صار الوقت لريح الكل، بس انربط لساني وما طلع معي الحكي، لهيك ما ضل عندي غير هالحل، إني أكتب له كل اللي ما قدرت أحكي له يا برسالة. متأكد أخي خليل؟ صار لازم الكل يعرف الحقيقة،
ويمكن عمر أكتر واحد ينصدم، بس ما عاد في قدامي مهرب. يا ريت لو إنه هاليوم ما خلص يا سهر. ليكي كيف كنا عم نضحك من قلبنا. شوفي ياسين حاطت إيده على كتفي، والله ضحكته بتسوى الدنيا. ليكي كمان أسماء عيونها عم تضحك. عم يضحكوا من قلبهم لأنك جنبهم. لما بيكونوا معك بينسوا الدنيا كلها، وبحس عن جد طاير عقلهم من الفرح، وبشوفهم كأنه رجعوا أولاد صغار. وأنا بس كون معكن عم بنسى كل وجعي وعذابي، وكأنه هديك الأيام اللي قضيتها بالسجن بتنمسح فورا من ذاكرتي وبنسى دموعي ووجعي. أمي قولي لي سهر، مو أنا وعدتك إني ما رح أحكي؟ بس ما فيني التزم بوعدي. ما عم بقدر أمي، عم حاول أقنع حالي إني لازم أسكت بس ما عم بقدر. صدقيني سهر، كم مرة صرنا حاكين بهالسيرة؟ كيف يعني مو قادرة إني تسكتي؟ ضميري ما عم يطاوعني، ما بقدر خبي على أخواتي هيك شي مصيري بحياتهم. ما فيني ضل قاعدة عم بتفرج وشوف كل هذا الحزن بعيونك وضل ساكتة. ما بصير، انتي ما بحق لك هيك بتكوني عم تظلميني. أمي قلتي لي هيك بكون عم بظلمهم؟ مشان ما شوف الدماء بعيونهم، مشان ما زعلهم أنا عم بسكت، عم صبر حالي وأرضي لهفتي بضحكتهم ووجودهم جنبي. متقبلة يعتبروني غريبة، بس المهم قضي آخر أيامي جنبهم. برأيك عم بظلمهم؟ أمي أنا ما بدي إياك تعصبي مني. أنتي هيك كتير عم تظلميني يا سهر، بس مشان ترضي ضميرك بدك تنزعي علي هالكم يوم اللي باقيين لي. إخواتك بس يعرفوا الحقيقة ما عاد يتطلعوا بوشي. أنتي بدك تحرميني من الشغلة الوحيدة اللي عم تفرح لي قلبي وتنسيني مرضي وعذابي. ما ضل عندي غير هذا الأمل يا سهر. أنا متفهمة خوفك ومقدرة اللي عم تحسي فيه، بس ما عم بقدر أقنع حالي بهذا الحكي. ما بدي يجي وقت وقول يا ريت تشجعت وقلت له. بعد ما قضيتي معهم هالأيام وشفتي قديش أسماء وياسين قلبهم طيب وعندهم ضمير كمان، ما رح تكون ردة فعلهم قاسية أمي. أنا بعرفه يمكن يزعلوا أو يعصبوا شوي، بس أنا متأكدة إنه عندهم ضمير ووجدان. أنا اللي مربيته وواثقة إنه رح يصدقوكي ويفتحوا لك قلبهم. ما عندي أي دليل لحتى يصدقوني، وما معي وقت لحتى لاقي لهم دليل. أمي شو رح تعملي وقتها؟ إذا خيبوا لك ظنك شو رح تقدري تعملي؟ أنا متأكدة إنهم ما رح يخيبوا لي ظني، وأنتي وثقي فيني. أنا بعرف كيف مربي أخواتي. صح أنتي ما معك وقت لحتى تثبتي لهم براءتك، بس عندك القوة لتتحمليهم إذا حكوا شي كلمتين معك لبين ما أقنعهم. أنا مقتنعة أنه لازم نحكي لهم. بترجاك يكوني معي وتفهميني أمي. طيب ماشي ماشي، خدي حاكيهم، احكي معهم وخليهم يجوا لعند الخالة هادية. ليش عم تطلعي فيني؟ يلا اتصلي، بما انك ما رح تقتنعي مني يلا خلينا نخلص. ايه صح لازم نخلص، وبالاخير رح تشوفي انه كان معي حق وانه نحن تأخرنا على الفاضي. رح دق الأسماء أول شيء. ابني بعد ما تقرأ هالرسالة رح تعرف أني ما كنت الأب اللي كان لازم تفتخر فيه.
إذا قلت لك سامحني ما رح تقدر، ما رح يكون سهل عليك تتقبل الشي اللي رح تعرفه. بالأخير القرار قرارك، وشو ما كان القرار اللي رح تاخده أكيد أنا رح أقبله يا ابني. بتمنى أنك تكون الشخص اللي ما قدرت تكونه أنا، الشخص المثالي دائما. حاول أنه أنت تكون بالصورة اللي رسمتني فيها، الرجل اللي ما بيغلط بحق حدا واللي ما بيكذب أبدا. بكفي أنك تضل مثل ما أنت، صاحب وجدان وقلبك طيب وواقف مع الحق دائما. لا تكون مثل أبوك شريك بجريمة كبيرة، وشو ما كانت الأسباب لا توسخ يديك لتغطي على حدا. الناس بالنهاية بتروح، بس ذنوبهم وسيئاتهم بتضل موجودة، وبتلاحقهم وبتلاحق أولادهم. مشان هيك أنا تعبت وصار بدي أرتاح. أنا كتير تعبت يا عمر. يلي لازم تعرفه إني غلطت وسكت على جريمة كبيرة دفعت تمنى أما إلا أي ذنب، وبكلمة واحدة مني خليت إنسانة بريئة تنحبس 20 سنة وهي مظلومة. يا ابني أنا قررت أحكي حتى لو تأخرت، لأنه إجا الوقت اللي صار لازم ريح هالمسكينة من عذابها ورجع أولادها لحضنها. عمر ما تخلي الطمع يعمي عيونك، حتى لو ما بدك تترك لابنك ولا قرش، خليك غني بأخلاقك وسمعتك اللي رح تترك له إياها. قالوا لي إنك طلبتني سيد داود. جاهز المفاجأة يلي قلت لك تحضرها. بأمرك معلم. أنت اللي جبرتني أعمل هيك. آخ بس لو أنت سكرت دمك كنا نحن اثنين رح نكون مرتاحين. نديم لحظة. اللي أخي بعت لي هي على بيت هادي يا خانم، وهدول خبيهم، واحدة منهم للشرطة والتانية لعمر، بس يجي وقتهم بقول لك تعطيهم ياهم. يعني رح تسلم حالك؟ يسلموا خالي. يسلموا ايديكي. صحة وهنا. يلا اشربوا الشاي سخن لبين ما يكونوا وصلوا، اكيد هلا بيكونوا على الطريق. خالي هادية بشو بدها تحكي معنا سهر؟ ما قالت لك شيء؟ وقالت انه خالي عائشة معها، شو صاير معه؟ وانا من وين بدي اعرف؟ يمكن خالتك عائشة ضايق خلقها وبتكون سهر جايبتها لتغير شوية جو وتنبسط معكم. طيب المهم ما يكون في شيء سيء. شوفي اخواتك هلا، لانهم مو عارفانين بشي، عايشين حياتهم ومبسوطين. صدقيني بس يعرفوا الحقيقه ما عاد تشوفيهم عم يضحكوا هيك. تاكدي انك رح تشوفي الحزن بعيونهم، الكره اللي بقلبهم تجاه امهم رح يطلع لبرا. ما بعرف ليش بدك ترجعي تشعلي نار الكره اللي طفوها من سنين. ما رح يصير هيك أمي، بعرف أخواتي كيف بيفكروا أكتر منك. أنا متأكدة إنه بالنهاية رح يصدقوكي، بس وثقي فيني. طيب روحي اسأليهم، لو كانت أمكن عايشة وطلعت وقالت لكم إنه أنا بريئة بتصدقوها؟
إذا قالت إنه مريضة وعم تموت بتقدروا تسامحوها؟ روحي اسأليهم وشوفي شو رح يجاوبوكي. رح تشوفي إنه أنا معي حق وإنه خوفك وقلقك ما كانوا بمحلهم أبداً. أهلا وسهلا، وصلت بسرعة ما طولتوا. كيف صرتي خالي عائشة؟ منيحة الحمد لله. أهلا وسهلا فيكي، كأنك أحسن من امبارح ما هيك؟ لون وشك متحسن الحمد لله، كيفك منيحة؟ ايه أحسن، نشكر الله. أختي خير، صاير معك شي؟ لا شو بده يصير، صفنت تذكرت شغلة كان لازم ساويها مشان هيك شردت. طيب ليش عم نحكي على الواقف؟ عدوا وأنا رايحة جيب لكم شاي وإجي. يلا عدوا. داود شبك؟ شو صاير معك؟ ليش اجيت وحبست حالك بالغرفة؟ صاير شي جديد؟ مو صاير شي يا نوال. منشان نفس القصة تبع خليل؟ لساته معند وبده يحكي لها لجلنار؟ لا تقلي ما قدرت تسكر له تمه. لا اطمني نوال، بعد اليوم ما عاد تاكلي همه لخليل ابنه. أنا لقيت طريقة لحتى سكته. كل مرة بتطمني بهذا الحكي وما كانت تزبط معك داود، وبيرجع بيعيشنا بقلق من أول وجديد. لا هالمرة غير كل مرة، رح حل الموضوع من جذره. حذرته من قبل كتير وقلت له اصحك تخليني أعمل شيء أنا ما كان بدي أعمله، بس هو ما رد. يعني أنا عملت اللي علي وهلأ صار لازم دفعه لخليل تمن عناده. داود لا تكون تنتقم بعمر؟ اي نوال، كنت مقرر اني ما ارجع اذي اي حدا، بس جنانه لخليل خلاني اضطر اتراجع عن قراري. سهر جبتينا بسرعة على ملا وشنا وشغلتينا بالنا، في شي مشكلة؟ لا ما في شي، اطمن، بس حبيت انه نقضي وقت مع بعض. منيحة هالفكرة، كلياتنا ضايجين ودايق خلقنا. ما اتصلت واطمنت عنك لأني خفت تكوني نايمة ودايقك. عادي حبيبتي، ما في مشكلة. من هلأ ورايح نحنا لازم ندير بالنا عليكي ونهتم بصحتك. الله يرضى عليكم ويخلي لي إياكم. أنتوا ما بتعرفوا غلاوتكم على قلبي، وما بتمنى غير شوفكن ناجحين ومرتاحين. بس اليوم مو أنا اللي بحاجة دعمكن، سهر. ليش؟ شو الموضوع؟ بالفترة الأخيرة حكينا بكتير قصص أنا وسهر، وفهمت منها قديش صعبة وقاسية العيشة عليكم بدون أم. كمان حكيت لي قديش حاولت تعوضكم عن غياب أمكم بحياتكم، بس هي حاسة إنها لساتها مقصرة. مشان هيك أنا قلت لحالي لازم تسمع الحقيقة منكم لحتى تعرف غلاوتها عندكم. يا روحي انتي، معقولة انتي تحسي هيك؟ ليش أصلاً انتي في حدا بحنيتك؟
ما في ولا كلمة ممكن توفيكي حقك. مانك أختنا وبس، أنت أختنا الكبيرة وأمنا الحنونة كمان، شو ما عملنا ما منكافيكي. أختي لولاكي ما كنا وصلنا للي نحن فيه. أنت ضحيتي طفولتك كرمال تكوني أم لإلنا، فضلك علينا ما رح ننسى. الله يفرح لك قلبك. تسلموا، بعرف إنكم مقدرين تعبي، بس ما هالشي. مكانتها للأم ومحبتها ما في أي شي بيعوضها. لما الإنسان بيكون بلا أم دائما بحس في شي ناقصه. بس سهر ما قصرت، ومو ذنب إذا نحن عشنا بدون أم. أكيد سهر ما إلى أي ذنب، أنتوا عم تحملوا أمكن المسؤولية. برأيي ما في داعي نجيب سيرتها. ليش؟ لو أنه أمكن طلعت عايشة وقالت لكم أنه هي بريئة ومظلومة، مو كنتوا رح تصدقوها وتسامحوها؟ اختي شو هذا التخبيص والعلاق؟ كيف بيخطر لك تحكي هيك؟ نحن كيف بدنا نسامح وحده مجرمه قتلت ابونا وجاي عم تقليلنا مظلومه؟ هي قتلت ابوكي سهر، قتلت ابوكي. الحمد لله ماتت وارتحنا منها. على فرض انها كانت عايشه، باي عين رح تقدر تواجهنا؟ باي وش رح تقدر تطلع بعيون اولادها يلي تيتموا بسببها؟ هيك وحدة أكيد مانا أمنا. ما في أم بالدنيا بتعمل يلي عملته. وشيلونا من سيرتها أحسن. طيب افرضوا إنه كانت بريئة وإنه مو هي اللي قتلت أبونا، بركي كانت محكومة ظلم، ما بتسامحوها بهالحالة؟ أختي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عن أي براءة أنت جاي عم تحكي؟ بالنهاية في قانون وفي أدلة، ولو ما كان دليل جريمتها موجود ما بيحبسوها. شو يلي جاي عم تقولي لنا يا هلأ؟ لا تغلطي أسماء، يا ما في ناس انحبست ظلم يا أختي، وأنت أكتر وحدة بتعرفي. بتعرفي لو ما أنا ميتة كنت أنا يلي رح أقتلها. صدقيني ما كنت تركتها عايشة. عن جد خلينا نسكر هالموضوع بقى بلا ما نعصب أكتر من هيك. بالإذن أنا بدي روح على الصيدلية، نسيت جيب معي أدويتي. على فرض إنها كانت عايشة، بأي عين رح تقدر تواجهنا؟ بأي وش رح تقدر تطلع بعيون أولادها يلي تيتموا بسببها؟ هيك وحدة أكيد مانا أمنا، ما في أم بالدنيا بتعمل يلي عملته. بتعرفي لو مانا ميتة كنت أنا يلي رح أقتلها. صدقيني ما كنت تركتها عايشة. ضايقتيني من دون سبب. قال إذا طلعت عايشة وكانت بريئة وما بعرف شو، من وين بتخطر لك هالأفكار؟ بعتذر منكم، ما كان قصدي ضايقكم وعصبكم هيك. أختي لا تزعلي منا إنه فعلنا وعيطنا بوشك. كل ما بتجي سيرة هالمجرمة بحس حالي رح جن وأفقد أعصابي كمان. بعرف مو صح نجيب سيرة حدا ميت بشكل سيء، بس هي المرة بالذات ما بينقال عنا ولا كلمة منيحة. شو بكن حبيباتي؟ ليش معصبين؟ ما بدها هالقد، طولوا بالكم. الكره هادي اللي عم بتكبروه جواتكم بيعذبكن لإلكم. لا تسودوا قلوبكن لهي الدرجة. هي المرة سودت حياتنا يا خالة هادية، بس لو تعرفي اللي عشناه ما كنتي حكيتي هيك. ماشي خلونا نسكر الموضوع هلأ، اعتبروني ما حكيت شي.
ضايقنا الخالة عائشة وهي جاي تغير جو. شفتي كيف طلعت ومشيت بسرعة؟ أكيد اتضايقت منا. إيه الحق معك، ما كان لازم نعمل هيك قدامها. أنا رح روح وراها وشوف شو بها. يا ريتني طلعت غلطاني، يا ريت طلعت عم بالغ بخوفي من إني خبر ولادي. كنت بعرف إنه هيك رح يصير، بس ضل في أمل جواتي وتمنيت تكون سهر هي اللي معها حق، قلت لحالي كل شي ممكن. ما رح يسامحوني، قلت لك يا سهر، قلت لك مستحيل يصدقوني. شايفيني المجرمة اللي قتلت أبوه، مستحيل يجي يوم ويسامحوني. شو بكون يا أولاد؟ ليش ما عم تاكلوا؟ رح جددوا لكم الشاي. لا تعصبي حالك خالي هادية، صدقيني ما عاد قلنا نفس. وبعدين تأخرنا على الشغل ولازم نمشي، وما بدنا نأخرك على شغلك أنت كمان. طيب ماشي، مثل ما بدكم. لا تواخذينا خالي هادية، ضايقناكي بمشاكلنا، بس ترجع الخالة عائشة اعتذري لنا منها لو سمحتي. مو محرزة القصة، لا تاكلي هم، كل الناس بتعصب، لا تفكري بالقصة. خالتك عائشة أكيد رح تتفهمكم إن شاء الله. يلا بخاطري خالي. الله معك، ماشي، الله ييسر لكم طريقكم ويوفق. Geçer sanmıştım aylar geçti unutmadım seni gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda gözlerindeki